مناسبة شهر أكتوبر الوردي من كل سنة نظمت المؤسسة العمومية الاستشفائية بوزيدي الأخضر بولاية برج بوعريج بمركز الترفيه العلمي بن حالة يوم تخصيصي حول سرطان الثدي وضرورة الكشف المبكر عن المرض، وذلك بمشاركة العديد من الأطباء المختصين في طب الأورام السرطانية والطب الوقائي والجراحة العامة. هي شهر اكتوبر الوردي المخصص للتوعيه والتحسيس حول اهميه الكشف المبكر عن سرطان الثدي. ارتأت مصلحه الطب الوقائي لمستشفى بوزيدي الاخضر ولايه برج بوعريج لتنظيم هذا اليوم التحسيسي، في نفس الوقت يوم مفتوح لجميع الناس لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم عن هذا المرض الذي يفتك بالالاف سنويا، والعدد تاعو يعرف تزايد كبير، حيث السنة الماضية سجلت الجزائر ما يقارب 14,000 إصابة جديدة بسرطان الثدي، وما يقارب 70,000 إصابة جديدة بمختلف أنواع السرطانات. ولهذا نحن نركز دائما على الجانب التحسيسي والتوعوي، لأن الكشف المبكر يسمح لنا باكتشاف المرض في مراحل مبكرة وتلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب، ونسب الشفاء تقارب 100%. وفي نفس الوقت وجه رسالة للمشاهدين أنه ما زلنا أيضا في جائحة كورونا 19 كوفيد 19 اللي يعرف تزايد كبير هذه الأيام، خاصة وأنه كان فيها شوية لبس مع الكادو غريب. ولهذا الثاني نوجه نداء ورسالة الالتزام بإجراءات التباعد وإجراءات الوقاية والتوجه إلى مراكز التلقيح لتلقي اللقاح. ضمن يوم تحسيسي دراسي حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه، هذا اليوم هو يخص جميع المواطنين اللي يسكنوا في ولايه برج بوعريج، ايضا البيرسونيل دو سونتي يعني العمال في القطاع الصحي. هذا اليوم كنا حضرنا بزاف اخصائيين، من بينهم اخصائيين في طب الاورام والاخصائيين في الجراحه واخصائيين في الطب الوقائي. هذو المجموعه من الاطباء راهم يشرحوا على جنب يعني نعطونا اهميه الكشف المبكر عن سرطان الثدي، لاننا نعرف بان قد ما يكون سرطان الثدي اكتشفناه في وقت مبكر يكون كاين هناك حاله شفاء ونتفاداو العلاج اللي يكون ثقيل وين يقدر حتى يؤدي في بعض الحالات حتى للوفاه تاع المرضى. حنايا ثاني في هذا اليوم التحسيسي راح نتطرقوا الى جانب الوقايه، وجانب الوقايه هو جانب مهم جدا. هذا الوقايه فيها ثلاث انواع: سي لا بريفونسيون بريمير، لا بريفونسيون سكوندير، لا بريفونسيون تيرسيير. لا بريفونسيون بريمير سيرتو سي لي فاكتور دو ريسك، يعني العوامل اللي تخلي المرض يدير كونسير دو سان، وكيفاش المرأة تحافظ على روحها باش ما يظهرلهاش هذا الكونسير. كاين لا بريفونسيون سكوندير سي سيرتو لو ديبيستاج اللي رانا نحافظوا عليهم باش يديروا، يعني أهمية التشخيص المبكر. ولا بريفونسيون تيرسيير هذه نهضروا عليها كيفاش المرأة تحمي روحها بعد ما ديجا مرضت بالكونسير دو سان ونحات لا تيمور ودارت تخدمت على شيميو راديو ثيرابي باش ما يعاودش يظهر لها المرض. حنا نقولوا لها كيفاش تقدر تحمي روحها والأهمية تاع الحوايج اللي بعض النصائح اللي نقدموا لهم باش يفيتيو هذا اللعب. في هذا اليوم التحسيسي ايضا عندنا فولي تري امبورطون للناس الكل تسقسي عليه، سي نوتريسيون اي لو كونسير دو سان، اهميه التغذيه. باش التغذيه الصحيه عندها دور صحي كبير كبير باش نتجنبوا ماشي غير كونسير دو سان، مجموعه كبيره من الامراض من بينهم لي كونسير اي ميم لي مالادي كرونيك كيما الديابيت كارديو فاسكولار. دونك هذا الفولي سي فولي تري امبورطون ينحينا عده مشاكل. ورانا ننفيتيو حتى لا بوبيلاسيون تاعنا لا مسؤولين باش يتخدموا باش يديروا التشخيص بإذن الله. شوف اسم برك، اسم برك دكتور بخاري عائشة طبيبة مختصة في الوقاية مستشفى بارك الله فيك.